إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم. أخواني وأحبتي في الله، موضوع إنه ما توحكة المام دونه دقيقة لها يروى كوباً وأنا يسنه وموضوع عنه بحيي أما عنكم رعوني النية الصادقة أما فوائد النية الصادقة. نية دو ناكسن وروح مسلم كأو نيستو أعماش أو قوان أيو هديهن كوا آخر أيو أجر إله سبحانه وتعالى لو قربو يهديهن كوا ديو وناكسن إله رالي كي يهي لغو قارو فوائد أيل هذا. وحي علماء ليهن دادك ابن آدم كا يتفاضل الناس بتفاوت هممهم ونياتهم تطقو وحي كوكال فضي بدنيهين هديتها هي آخره هي هديتها هي الدنيا اللبضبة وحوي ونيذو ذا صدق عزيمتهم عزيمة ذو ذا إيا قوان كوحا أي ربان إلي قاران هديتها هي وحوي آخره وتأمهم كأه هي هديتها هي أرمها الدون كاللفت هذا وحا أي كوكال فضي بدنيهين أما أي كوكال دوينيهين أما أي أهمية إيا أرنت أي ليهين وحاوية أي كوكال قاري أغيهين نيادودو سيدا أي وحاويهان أكال رم بضانتحي أما نيادودو سيدا أي وحاويهان أكال حوب بضانتحي سيدا درتيد باوحا ليلة دا علو الهمة وحا ليلة دا أما الروح حدوني تان كيسو إنو يهي مد أهدي أدو سرريسة وأي كد تلمامين علمادو إنو يهي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور شيغا اضربتود هكسانيسو او ادغادو ميشا او قدن بايسا ان ادغادا مويان واحكا سوكايين ادن كو قانعين تاسا واحا لينا دا علو الهمة علو الهمة هاس مركا واحا سلقيقا اما اساس كو واحا وي وانيو السادقا واي وانيو وحا وي دبع وانا تن لغا فهم ايو احديث تقار كولنا سي قودنا ايو تلمانتاي سي قارانا نبيق عليه الصلاة والسلام اولي يهي انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث قاركود إن كاستو ضعف وكجرو سيد الألباني غير كيبا ابن حجر إيو ولماذا وويند وحديثك أي ضعيفين حديث بحجر أرنية نية الروح مؤمنك نية المؤمن خير من عملي لكن ليس على أدلاقها سيد السو حاوي إسكماءها لكن حاوي مركلا فيريا نصوص تقود مركلا فيريو وحاوي حديثك أساق وضعيفك أولا في الشنكرة مهمة دون ما أسجل لدي لشان أيوه لكن نصوص فربضنا وقالوا حديث كاد عن شيء غيني أيها وحاوي دليل الله معنى هذه مركب محوية إن يدا وحاوي نية المؤمن خير من عمله محالك وضع وحاوي معنى هذا وحرني عكرته روح إنو نيوده عمل عمل كأسجل أنا أوسن قبل من وأجر لغسيه وحرني عكرته إن عمل قبطه وآذن نيونين وأن أجر بلغسيه عمل بعد قواتي صدقات بحيث مثلا لكن ما أذن نيوني صدقاء إنه إله أجر قاسي أسكب بحيث حبال بحيام المغش محمد سكرة ديات وحبال قاسين ما يمحير إن يدي با كم مقن عمل كالغاسين لها مثلا آوة وحادة مع ذا إنا تسالة الليل تكتو واد قوصت إن يدد قشرتي من أذن تكنين هردا قراتك تي ولغا أجر سينيا تاسي مركا وحاوي يهن وحي كوت الماميسا أما الروح المسلم كا وحي كوحن باريسا أهمية أي لاذا هي وحاوي نيادة صادقة
روحه ابن آدم كأنا وحه وكدوره أو أه وحاوي بالش أو سد الديار ده أو كله سد العلماء ده يرهدان شمبرك إن طائر يطير بجناحيه سما سد الصو كله أي وحي يرهدان إنسان كأم ابن آدم كو يطير بهمته ونيته الصادقة وح كوجر قلب جاره سد أدو حاوي أربطه أما أنت درجة وقارسيسين يا شيء إن التحقيق جسوا أي نقطة يساقيمها أدو حاوي يرهدان نبي عليه الصلاة والسلام نصوص كلا دوام بوارن تاس أيضا وكت المعامل مثلا النبي وحويري من هم بحسنة فلم يعملها روحي وحوناك سن همية أو دونة أو نيستة لكن آن سمين كتبها الله عنده بحسنة كاملة وكما قال عليه الصلاة والسلام إلهي وحو أقرح يا أجل يوطم ما يسترى وحادني يوتي ما أنت إن الحزب قرآن أخذه وحادني يوتي سورة كهف إن أخذه وقت جيبا كوسا محواي لكن هذا هو كاب أونيت ما أنت جزء إن أخذه لكن وحبا كاس ورح قال هو كاب أونيت أجر جاقي أرض ما يسترن أي محاوي لو سينيا ولذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي درجو ينك أو وصل ريو ابن آدم كإجارنا مركل الله جرى بنا بالنمط ودرجة الشهادة اللي يراه وحنا نبي حديث كوت المامي من سأل الله الشهادة بالصدق روح إلهي ويديسته الشهادة ويديسته سيدنا أنا قلبي جيس وحوي وجوه ديستا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إلهي وحو جارسيا منزل ذا سو جارسيا أدور ربا قولي ساقوله بدل ما الغي أبوك وكل أنت ساحلة أي رجل إسكو هيان أو آمن سنة أما آمن سنة وحوي يهان إنه يهي من إلهي درتي وحوي لودي لي ما عندك قيام ركوا أوه ريونا تجلا ونوري من قولي جيس وحوي إسكجت أنتينا wuxuu gaar hayaa manzilladaas waxa kala duwan marka maxay tahay inna waa la dilay inna waa iska dhintay hadana ki iska dhintay baa wuxuu galahayaa ama qaadanayaa manziladii shahiidnimada niyada weeyaan niyadaadu marka waxa weeye haday xumaato waad baabaysaa haday wanaagsanaataan waxa weeyahan waad hagaagaysaa walidaalka baa nabiga kaleey salaatu wa salaam duulamadii uu galay ama waxa weeye siiradiisi marka laga sheekeynay duulamadii ugu dhibanaa oo quraankuna uu tilmaamay waa tabuka وأنا دولانكي أو قدام بيه أو نبي هو حاوي هو جامن هاي وأنا دولانكي أو بنا وعيدا كي أو بنا وحاوي لا سعد وأنا كي أو بنا أو قرانك أو كتل معمئين ويهاي مد عصري أو أرق مع ذلك رجي لا سعد ركم ذا إلهي تبارك وتعالى قرانك سقيبك كم ذا وحاوي كتل معمئ هنا قالوا بين كل منافقين تاو صحابة إيو نبي إيو وحاوي دين تدعائي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم qayb aan la soconin oo madiina joogayna nabi wuxuu yiri masirtu masiran mayna soconin meel la socdo wala qata'tu wadiyan wadina mayna goynin wala salaktu maslak meel mayna marin illa ragasi waxa weeye wayna la socdaan ajriga aan leen oo kaleen leeyin madiinayna joogan sababtu maxay tahay xabasu mul cudru niyadooda la fiirinayo macna niyo wanaagsan ayaa waxa weeyley sidoo kale ayaa waxa dadka kala sareysiya أما لبعض الروح واحد كلا سريسين كلا سان هري وصوت المعني نبي عليه الصلاة والسلام حديث السيدة وكوت المعني والنية ذوي قدرت بنا بوحوري سبق درهم 100,000 درهم هل درهم أما هل دولار هذا سكر وحوي أنو نراه أي واحد وكأت البطي أما وكبتي نم بحية بقول كن أو دولار هذه واحد بحسي هل دولار بدبوك اسم مسجد كوريدي مثلا ننوح بحية بقول كن أو دولار بحية وشارة حين نبي waxa ka fadhibatay ninka halka dollar bixiyay think about it man arintaas ayada ma arin ciyaar aha marka ma ciyaar ma maxay ku dhacday marka waxay ku dhacday baa dhahayna culimadu hadiiska markay sharxayeen niyadooda ayaa kala wanaagsan kan boqolka kun bixiyay laba labadaba way dhici kartaa waxa dhici kartaa inuu boqol milyan haysto oo lacagta percentiga ninkan wuxuu haystay ay u dhigan tahay hal dollar oo kale taa way dhici kartaa waxa kale oo dhici kara in niyada uu ku bixiyay ay tahay arkaa ay maqlaay oo zira ay tahay habay yaraatay wax ajira una ka helin kana halka dollar nabigu waa u sii wadi alayhi salaatu wa salaam saxaabadu way yaabeen say ku dhacday baadheen xur nin baa wuxuu lahaa laba dirham buu haystay rajul baa kaana indahu dirhaman la akhada waahid minhu wuu qaaday markaas uu tasaddaq sadaqaystay biniya saadiqa ayuu ku sadaqaystay kana waxaa laga yaabaa inuu ku bixiyay niyad maartay waxa weeye aan wanaagsaneyn oo riyo sumcaa marka niyadaada inaad mar walba waxa weeye jeer garayso adiga ayay waxa weeye ku fiican tahay dalika waman yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub sidaa darteed baa waxa la yiri xayawaanada xataa yaani waxa ay ku kala duwan yihiin ama ay ku kala qiimo badan yihiin waxa weeye waa
himadooda wanaagsan iyo niyadooda wanaagsan. Matalan, xataa xayawaanada ayaa himna caaliya waxa weeye kala leh. Waxaa la yidhi ninka la yidhaahdo libaax, waad aragtay, xataa nin kasta oo la ammaanahayo hebel waa libaax baa lagu leeyahay, macnaha waa nin khatar ah ninka la rabo in la yidhaahdo. Ninka asaga waxaa lagu magacaabaa malikul ghaaba, waxa weeye dhulka duurka oo dhan ninka guddoomiyaha u ah, bilaa munaasic cid ku haysata ma jirto, waa libaax wey. Hadda kuwa ka waaweyn baa jooga, maroodi baa jooga, oo daanyaraa jooga, waxyaaba badan baa jooga oo ka waaweyn asaga, soo ma. Laakiin asaga haddana wa, sababtu maxay taa bidheen? Sababtu waxa weeyahan mar kastaba waxa weeye himadiisa aad u sareysa lay macnaha, ilaa heer uu gaadhay uusan cunin bakti, wax bakti oo meel iska yaala ma cuno, iskala weyn. Wax qalalay oo meel yaalana waxa weeye mid waa laga yaabaa, naadir xun malaayo, mid gaajaysan iyo iska feenfeenanayo laga yaanaa darto. Laakiin waxaa laga hadlayaa asal ahaantiisa wax nin kala dilay ama xayawaan kala dilay ma uu cuno, uu iskala weyn yahay waxaas iyada. That's why buu waxa weeye wuxuu noqday boqorkii dhannaa uu hogaaminhayay halkaas isaga. Qaarkood waxaa la yidhi waxa weeye laa yaqacuuna ila aljiifa, tukaha oo kale bakti waxaan ahayn waxa weeye ma cuno gebigiisa, wax asaga uu dishay oo asaga uu ugaarsaday weligii noloshiisa ma cunin. Waa ninkaad aragtay deefuliga, wax rag dilay inuu ka daba qaraato mooyan malaha, himadiisa waxa weeye hoosaysa. Haddaad marka noocaasoo kale noqoto, waxaad noqonaysaa ruux aan markaa macno lahayn. Gorgorka bahalka la yidhaahdo, sagarka bahalka la yidhaahdo, ama bahalka waxa weeye baaska la yidhaahdo, bahalka waxa weeyahan wuxuu ku quraclaa bal maalinkii la dirtay, wuxuu ku quraclaa beer cusub, beer cusub. Kana u yaqaanaan soomaalida qaarkood inuu yahay awliye, inuu yahay waa qaatil awliya xagga ka yahay. Wuxuu ka dhigay nag waxa weeye waxyaabihii ka taagda raa odhan, mas ma dhaqna, waxa weeye shimbiri ma dhaqna bahalka gor. Laakiin ujeedadana hadda maxay tahay? Wax asagu uu dilay mooyeen wax kale ma cuno. Samada intuu istaago soo fiiriyo ayuu sidaa maaragtay waxa uu kusoo gelayaa, markaasuu waxa weeye wax laaliya wixii markaa uu rabo ayuu ku quraacanaya. Waxay kutusanaysaa himma caaliya ayay ku tusanaysaa. Sidaa darteed ayaa ninkii shaacirka ah mutanabbi wakiil ahaa, calaa qadri ahli lcazmi ta'ti lcazaa'imu wa ta'ti calaa qadri lkiraami lmakaarimu wa tacdumu fii cayni lsagiiri sigaaruha wa tasquru fii cayni lcadiimi lcazaa'imu. Ninkaa shaacirka ah waxa uu yidhi nin aad iyo aad u xikmad badan buu ahaa, sida dadku waxa weeye u kala caziimo badan yihiin oo u kala niyad wanaagsan yihiin oo u kala waxa weeye dadnimo badan yihiin ayay waxa weeye go'aamada u kala qaadan ogyihiin, sidoo kale waxa weeye sharafta iyo wanaaggana waxa weeye u kala kasbi ogyihiin. Ninka wuxuu yidhi yar oo aan macnaha badan lahayn, oo fikirkiisu hooseeyo oo aragtidiisu hoosayso oo niyadiisu hoosayso oo yacni waxa weeye wixiisoo dhan xaraha meeshan la jooga, ninka asaga ah wuxuu yidhi waxii yarba wax weyn la ah. Soomaalida maxay dhahaan, miskiin gudub la weyn sooma. Waxaan macno lahayn siyaasad yaroon macno lahayn, waxaan macno lahayn sida soomaalida kale. Hadda fiir, waxaa laga yaabaa nin dhan oo waddankiisii haysta oo madax oo yacni waddankiisii jooga soomaaliya kale, haddaan tusaale usoo qaadano, in uu waxa weeyahan nin meel kale ka yimid ama waddamo gaala ka yimid ama waddamo sheekh ka tegay ama meel kale ka yimid oo kirishbey ah, gebigiisuba oo dilaal ah, intuu u tago inuu dhegta waxa uu sheego kaa uu daba nashnashlayo meeshu waxa weeye uu lahaa raggii hore abwaanada soomaalida ay lahaayeen ilaan toqonay caraf male waxay duwata mooyaan. Manaa ruuxa maskaxdiisu haddayna shaqaynaynin waxa weeye noocaasoo kale giimbaarka ayuu noqonaya. Maxaa marka la weyn wax yaroo loo ballanqaaday ama mansab yaroo loo ballanqaado ama wax yar oo maaragtay waxa weeye la siiyo laaluusha waddanka baadaale, maxaa lagu laaluushi waddanka baadaa iska lehe, maxaaba lagu laaluushi macna, ayaa laga yaabaa inuu sumcaddiisa iyo sharaftiisa iyo ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa oo dhan uu dekan dekan waxa weeye uga dhigo. Maxaa yeelay waxaas markaa la tusay, hadduu rabo ha la yidhahdo ilaahay madaxweynaha waddankan kaa dhigayna, maxay sheegaysaa? Macnaha beri waa laga qaaday, nin kala imanay shalay hebel baa jooga, berina hebel baa jooga. Intaasa asaga waxay la tahay wax weyn oo maaragtay waxa weeye khatar ah. Wa tacdumu fii cayni sagiiri sigaaruha, ninka aan macnaha lahayn wax uu yar baa la weyn. Laakiin waxa uu yidhi sheekhu ama ninka shaacirka waxa uu yidhi wa tasquru fii cayni lcadiimi lcadaa'im, laakiin ninka weyn oo khatarta ah waxa weyn baa wax yar la noqonaya. Marka waxaasoo kale u keena wuxuu leeyahay adeer maxaa tahay adugu markaad aniga waxa ii sheegayso, waxaa markaad aniga ii sheegayso horta adugu mananta xageed ka timid, meeshaagteed ku laabo. Intaasu ku odhanaya macnaa maxaa yeelay waxa weye maskaxdiisa ayaa furan. Sidaa darteed ayaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay in yacni waxa weye ruuxu uu dib niyadiisa oogu noqdo. Dadku waxa weye waa aqsaam weyn. Habeenkii marka la gaaro waxaa laga yaabaa ruux inuu caawo dhan salaatuleyl usoo taagnaado, ruuxna waxaa laga yaabaa caawo dhan inuu laaduud iyo maaragtay waxa weeye uu ciyaarayo ama uu game waxa weeye uu daawanhayo ama uu maaragtay waxa weeye banooni uu maaragtay waxa weeyahan uu dab ordahayo ayaa laga yaabaa,
waqtigiisa oo dhan oo intaas waxa weeye uu ku dhameeyo nin waxa laga yaaba inuu ka shaqeynayo hormarka waxa weeye umadiisa ninna waxa laga yaaba inuu ka shaqeynayo baabi'inta waxa weeyahan umadiisa walidaalika baa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا اولئك كان سعيهم مشكورا نكي الدنيا دنيا ركيه وحن معناها لا ينربو وحا وهي انت انا وربنا قياس ان ربنا كسين انت اصور ما تعالى يا انا تنعد مدح نقطه وحا لي ان مليان دير نقطه ما هليس ما هليس قياس اله انت ربو ايا وحا وهي ايضا سدا كعد من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد انت انا ورب ما نشاء لمن نريد انت انا ورب نيه روحا ربنا ruuxu rabo ilaahay ka dhigaya boqor ruuxu rabo ilaahay wuxuu rabo siinaya imisa nin baa ordaysa adduunka inay madax noqoto dad soomaalida kaga soo qaadno kulli nin kasta wuxuu rabaa inuu madax noqdo mawsafda macduum markii baad soo dhigtayba kulli dadkii waxa weeye umad dhan oo malaayiin oo toban milyan oo wada marqaansan kulli oo jubaysan maxay u jubaysan yihiin nin walba inuu siyaasadda maaratay waxa weeye oo meel ka galo waayahay umad dhan oo wada siyaasadda adduunka ma jirto adduunka waxaa jira axsaab dad yar oo kooban baa hadda maraykanka aragtay oo 300 milyan ah kulli dadku siyaasadda ku wardeen dadku ay shaqaysanayaan bal Soomaalidan arag ilaahay cilmigiis nin walba wasiir u ceynaya wasiir u ceynaya wasiir u ceynaya $2 laba wardeey halkan ku wardeey oo reerkiisii iyo ummadiisii iyo meeshuu joogo dhan ku feel garoobay wasiir u ceynaya sidii maaragtay waxa weey dib yaro kale isoo markuu hadana waxa weey lagu ilaandaayo ayuu hadana waxa kala yaana ummad iska wareersan weey ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax kasta waxa weeyahan uu qiyaasay meel buu dhigay dadka ibn aadam kood aragtayna ruux walba waxa uu ku fiican yahay dadba waxa iskaga fiican yihiin ibn aadam kaad aragtay in yaxna waxa weeyahan ay wax bartaan dadba waxay ku fiican yihiin hoggaaminta dadba waxay ku fiican yihiin inay wax soo saaraan ruuxba ilaahay subxaanahu wa tacaala ruux kastaba meesha uu ku fiican yahay mushkilada jirta waxa weeyahan oo adduunka dhan jahwareerka waxa ka dhacay ruuxu wuxuusan garanaynin marka uu waxa weeye uu shanta la galo ninka shacabka waa kiilaha khalaqa allahu rijaalan lilxuruub ورجالا للقصعة والذريد حلو الرجع رجنا إلهي وحبو أبو رمر كورينا رجع وحلق قيب صدا رجنا إلهي وحبو أبو رينا عشرة دعاء والله الله سورة تكون نوع عام بيبوك على قيب سمان سيد أدرت أي إلهي سبحانه وتعالى وحط صاليال بدن وحوي نوجب حي صاليال بدن وحوي نوجب حي رب سبحانه وتعالى وحيا بها فرق يقول حيا ابن آدم كأي حيوانك حيوانك إلهي تبارك وتعالى وحوت المامي إن يأكلون ويتمتعون ولذلك بعد ذلك أنت اللي تمرك إلهي تلمام هي وحق وكت المامي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل مضل سبيل ذلك إن بدن أو كم ذا وما أنت أدونك وحاوي جوكته وحي كخوص مرين وحاوي حيوانك معايا لحيوانك عقل ملح إلهي سبحانه وتعالى وأبوري وحنو أبوري وحوي أنت إله وقدر إن النورادان شهود ودقتان خلاص وحتى كاليف وصارنا مجرو لكن إنسان كإله عقل وسي علم وإله سي أركتب وسي مع ذلك وساتة هاي وحكه أسمرين حيوان كيف كه أسمرين عيد أصفير مرة عيد إله وحوري أم تحسب موحد أم الله إنسان محمد أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون تذكر بعضهم كودين اللي هو دلنا محمد عيان وانا لقاضنا عيان كلا ما قادنا يا حال كود مركا واسه انهم الا كلام عام خولو كلو انت كليا ما لو داي بل هم اضل سبيل بل يلا دبا دغي هذا مركا ان هلكان نيمي سومينا ارغ رنتا سيدا نين دان او بروفيسورا اما نين دان او الدنيا وحا وي ماشي او دنبيسي وحا وي كا غاري او هادو ربا يري وحا وي سمدان اادي اما اادي با ربنا بينو اادون ارغني وخ بدن ايو وداي حق عمد اادي ماشي غارين با ماشي غارين غارين لكن حق ان اادون ارغ وهذا مع ذلك لقبو نين كلا قبو hadda dibi dibi qabo meen aragnay weli rete rete qabana meen aragnay orgi orgi qabana lama hayo weligeedna meen dhaceen orgi orgi maaragtay waxa weeye qabsanaya lamaara laakiin waxaan aragnay laba noos qaba waxaan ogaanay marka tafsiirka aayadaas markaas baranay inhum illa kalanami bal hum adallu sabiila barakallahu li wa lakum fil quraanil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikri al hakim aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد أيها الإخوة وقتك ودماضي وحاوي درتي
dadkii wanaagsanaa oo saalixiinta ahaa waxa ay ku ducaysan jireen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu haleeshiyo waxa way birafiiqil acla nabi maxamed baa ku ducaystay ambiyadii hore ilaahay subxaanahu watacaala baa inuu sugo rabbi habli xukman waalxiqni bisaalixiin rabbi qad ataytani min almulki wacallamtani min taawiil alaxaadiid faatir asamaawaati walardi anta waliyi fi dunya walaakhira tawafani musliman waalxiqni bisaalixiin taas marka waxay kutusanaysaa bay dhaheen himma caaliya waan hata ilaahay subxaanahu watacaala u dardaarmay rusushiisa inay waxa weye himmada wanaagsan iyo niyada wanaagsan ay la shar yimaadaan inta ugu sarraysa ambiyada ilaahay ama waxa weye shanta ugu sarraysana ilaahay wuu ku ammaanay fasbir kama sabara ululcazmi min alrusul ambiyada ilaahay kulli iyagooda ammaanan baa haddana shan baa si gaara loo xusay qur-aanka waxa weye meelo kala duwan lagu sheegay laba aayadood ayaa lagu sheegay si gaara oon ambiyada kale lagu sheegin aayadana si guud baa loogu sheegay aayadana kamid a si guud baa u sheegtay aayadda suuratu axzaab ku jirta beyjka ugu horreeya beyjka ku xiga ay ka bilaabatay waa idaaqadna iyo aayad fii suurati shura ku jirta sharaca lakum min addiin labadaas aayadood baa shantaa rasuul sheegay waa nebi maxamed iyo nebi ibraahim nebi muuse nebi ciise iyo nebi nuux shantaas nebi marka waxa ay la dheerayeen ambiyada waxay ahaayeen caziima iyo go-aan ilaahayna waa ku ammaanay subxaanahu watacaala sidaa darteed fakun rajulan rijluhu fitara wahamatu himmatihi fi turaya sasay dhihi jireen raggii rag ah waxaad noqotaa nin rag ah oo lugtiisuna waxa weeye ciidda saraha waxaa la yidhahdaa ciidda hoose fitara maskaxdiisuna waxa weye ay soo taabanayso fituraya ururka xidiga la yidhaha urur xidigaa yarago faraha badan macnaha ruux maskaxdiisu ay shaqaynayso shalay meeshaad joogta inaad taagnaata maaha waana maskaxdaadu waxa weye ay shaqaynayso waana tan nusuusta badan ay tilmaamayso ilaahay subxaanahu watacaala in badan qur-aankiisa waxa weye nagu waaninahayo wasaaricuu ilaa magfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalardu ucidat lilmuttaqiin waa la kala badiyey laakiin waxaa lagu kala badiyey niyo wanaagsan iyo camal wanaagsan wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun rag baa magacooda waxaa lagu qoray acla aliyiin samaawaadka meesha ugu sarraysa buug yaalla ayuu ilaahay subxaanahu watacaala cinda carshii uu ku qoray ragna waxaa lagu qoray fii asfala saafiliin labadaas nin waxaa laga yaabaa inay walaalayhiin laakiin maxay ku kala tageen niyo wanaagsan iyo iimaan iyo camal saalixa yaan lagaa badinin marka waxay odhan jireen dadkii wanaagsanaa man naafasaka fi dunyaa falaa tunaafisu ama man naafasaka fi diin fanaafisu wastabiq ruuxii adduunye kugula orotama waxba ha kula orotamin bal waxa weye ku tuurqaada ku dhig meel hadday ku gaarsiinayso amaa ruuxii diin kugula orotama xadiis la barto qur-aan la barto iyo khayr fanaafisu weliba waxa weye ka badi wastabiq maxaa yeelay wasaabiquuna assaabiquun ulaa'ika almuqarabuun kuwa waxa weye dheereeyey waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa u dhoweeyey maalinka qiyaame fa amaa in kaana min almuqarabiin faruuxun wa rayxaanun wa jannatu naciim wa amaa in kaana min asxaabi alyamiin fasalaamun laka min asxaabi alyamiin baraka allahu lii walakum fi lqur'aani alcadiim alaa salluu wasallimuu calaa man amarakum allahu bisalaatihi wasalaamihi حيث بدأ بنفسه وثنى بملائكته وتلتكم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر دين واخذل من خذل دين اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واضح حوائجنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وأقم الصلاة.